والراحلة على أرضية هذا الميدان. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق شوطنا الرابع، تنطلق الأسماء وتنطلق آمال الجميع هنا على أرضية هذا الميدان. أتقدم مع المقدمة، أتقدم مع الصدارة، أنطلق مع المركز الأول. الحذر 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 على المركز الأول، سعود بن عبد العزيز بن تميم التميمي نعم يتقدم هنا مع الحذر على المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر، وتابع القادم من الجانب الثاني. بدأ التجاوز، بدأ الانطلاق من دينار لسابن زايد. الخيارين يقدم دينار رعي دكاك. المركز الرابع، المركز الثالث يصل شاهين لناصر بن مبارك بن حباب الهاجري. المركز الرابع، الرابع النايل لعبد الله بن سعيد بن أبجاد الهاجري. المركز الخامس ياتي هملول مع محمد بن راشد بن سلام الهاجري. هكذا نعم هي النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المتقدمة والمنطلقة. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى دينار لـ400 متر الأخيرة المتبقية عن خط النهاية. ثاني ثاني نعم ثاني ثاني بطاقة ليلي للختام تذهب إلى مالك دكاك. سلام دينار، سلام بطريقة دينار، بطريقة وشعار سابن زايد. الخيارين، الخيارين بدأ يقدم الأسماء العملاقة، بدأ يقدم النوعيات المتميزة. ماذا تفعل في هذا الميدان يا الخيارين؟ بدأت أن أجن، بدأت أن أجن من هذه، من هذه نعم الأسماء. دينار وهنا وهنا نعم ودكاك، لكن دينار يعلن أنه بطل من أبطال هذا اليوم. التوقيت الزمني، التوقيت، التوقيت يا اخوي التوقيت، دقيقتين وست وسبعين جزء من الثانية. مالك حل يا الخيارين، مالك حل اليوم، مالك حل. المركز الثاني وصلنا شعار مكتشف على ما ظن ناسها مع حملولة لمحمد بن راشد بن سلام الهاجري. المركز الثالث، المركز الثالث الخطير للحميدي بن راشد الافجح المري. هكذا نعم هي النتيجة، هكذا هو التحدي فإلا فلا، هكذا هو الصراع فإلا فلا، هكذا هو مالك دكاك، هكذا هو مالك دينار يؤكد حضوره وحضور التوقيت الزمنية.